راح نشرح أكثر عن هذا الموضوع أكيد ويا دكتورة حلا. صباح الخير يا دكتورة. يسعد صباحك. صباح الخير دكتورة. اهلا فيك. هيا ان شاء الله طبعا منورتنا من جديد. واليوم موضوعنا يعني متاكده انه كل السيدات تحديدا يعني لازم يلزمون هسه ورقه وقلم ويسجلون ويانا. نعم. لانه الكلف 80% احس من الاشخاص يعانون منه. نعم. فتحدثي لنا عنه اكثر اذا سمحت. طيب بدنا نتحدث عن ظاهره الكلف. احنا ما بدنا نسميها بالمرض. هو نوع من انواع الامراض ممكن ان تتصف بالامراض المزمنه وممكن ان يكون مرض غير مزمن يعني يعالج على فترات من الوقت معينه. هلا الكلف كتعريف هي عباره عن تصبغات او الوان داكنه او غامقه بتظهر عنا ببشرتنا بشكل عام وبالاخص في منطقه الوجه. هاي الظاهرة بتظهر مع الأسف عند النساء بفئة أكبر من الرجال، يعني ممكن أنه تظهر عند الرجال لكن تظهر عند فئة النساء بكثرة أكثر من الرجال. هلأ الكلف هو عبارة عن تصبغ بيكون عندنا اختلاف أو بعض التغيرات اللي بتصير عندنا في الصبغة أو المادة المسؤولة عن إنتاج الصبغة اللي بتعطينا لون البشرة. أغلب السيدات اللي بيصابوا بظاهرة أو مرض الكلف هم السيدات الحوامل، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية اللي ممكن تصيب الست خلال فترة الحمل والاختلاف الهرمونات. هلأ بدنا نحكي إنه الكلف بيظهر على شكل بقع، هذه البقع قد تكون داكنة اللون، طبعا هي مايلة للون الأزرق أو البنفسجي أو ممكن تكون شوي أغمق من اللون البشرة العادي وبدرجات. الكلف ممكن أن يظهر على الوجه بحيث أنه إحنا بنصير نشوف وجهنا بتعدد ألوان، يعني مثلا ممكن نشرح تدويرة الرأس بتكون عندنا بلون البشرة الطبيعي، أما الحواف فبتكون بهذا اللون اللي هو لون الكلف أو لون الإغمقاق. طبعا بشكل عام زي ما ذكرنا هذه الظاهرة تصيب السيدات أكثر خلال فترة الحمل أو خلال فترة الرضاعة، وممكن أن تصيب السيدات فيما بعد ذلك، وذلك طبعا بسبب خربطة الهرمونات اللي بتمر فيها الست الحامل خلال فترة الحمل أو فترة الرضاعة. من أحد مسببات أو ممكن نحكي أنه أحد العوامل التي تؤدي عنا إلى ظهور الكلف ممكن أن تكون هذه العوامل وراثية، إذ أنه بتكون هذه الظاهرة قد وجدت أصلاً عند الأم مثلاً أو عند الجدة أو بالسلالة العائلية، فممكن أن تكون هذه الظاهرة متوارثة من عدة أجيال فبتظهر عنا بالأجيال طبعاً الأجدد. هاي شغلة. الشغلة الثانية اللي ممكن أنه نتحدث عنها ممكن أن يكون أو أن تكون هذه الظاهرة أو هذا المرض لا يمد بصلة إلى أنه ممكن يكون السبب وراثي، بل على العكس تماما بدنا نتحدث عن أحد أو أهم الأسباب اللي بتسبب عنا ظاهرة الكلف. من المتعارف عليه أنه ظاهرة الكلف العامل أو المسبب الرئيسي والأهم لظهوره أو حتى لو ما كان عندنا وراثيا موجود بالجينات، الإشي الوحيد اللي بيسبب ظهور هذه الظاهرة وهو التعرض المفرط لأشعة الشمس. طبعا إحنا زي ما بنذكر وبنحكي بكل حلقة دائما بنحكي إنه الوقاية من أشعة الشمس يجب أن طبعا نتبع الحذر، ولازم إنه نكون إحنا كتير مهتمين من هاي الناحية بعدم تعرضنا لأشعة الشمس بشكل يزيد عن الحد اللازم. ليش؟ لأنه الشمس طبعا ممكن أن تؤذي أو ممكن أنه تلعب عندنا بصبغة الميلانين وممكن أن تؤدي بشكل عام إلى التصبغات أو إلى الكلف. طبعا كثير من الناس بيقول لك أنه التصبغات هي تختلف عن الكلف والعكس صحيح، لكن إحنا بندرجهم تحت نفس المبدأ ونفس المفهوم أو نفس المعنى اللي هي عبارة عن اختلاف باللون بصير عندنا بالبشرة، ممكن أن يحدث بأرجاء الجسم بس أكثر إشي بصير عندنا في منطقة الوجه. طبعا مع التعرض المفرط لأشعة الشمس والتعرض المفرط لحرارة الشمس اللي بتكون كتير عالية ومع عدم استخدام الواقي الشمسي بيؤدي عندنا هذا الموضوع إلى نمو أو أنه هاي الظاهرة حتى لو كانت عندنا ببداياتها بأنه تزيد عندنا، وممكن أنه هاي المشكلة تتفاقم وممكن أنه نوصل إلى حدود بعيدة ما نقدر نحل فيها هذه المشكلة. نيجي هلأ لموضوع العلاجات.
هلا بالنسبه لاي شخص او اي مريضه او مريض بيصاب عندنا بظاهره الكلف، بدنا نتحدث عن عده علاجات معينه ممكن انه احنا نلتزم فيها لحتى نخفف من هذه الظاهره او ننهيها تماما. طبعا زي ما بنعرف طبيعه الاجسام عندنا تختلف، ومش شرط انه شخص مثلا لقد قام بالعلاج او استخدم مثلا مستحضرات معينه انه يزبط مع نفس هذا الشخص الثاني. وطبعا بصير الفرق عندنا هنا بانه احنا باي مرحله من مراحل هذه الظاهرة أو هذا المرض إحنا وصلنا. نيجي للنقطة الأولى وهي النقطة الأساسية والأهم بمرض أو بظاهرة الكلف، وهي استخدام الواقي الشمسي. إحنا دائما وبكل حلقة بنذكر باستخدام الواقي الشمسي، لكن فعليا عشان إحنا نحمي بشرتنا ونحمي وجهنا من ظهور الكلف على الوجه، يجب أن نقوم باستخدام الواقي الشمسي للسيدات وللرجال بشكل دوري وبشكل يومي، سواء كنا داخل المنزل أو خارج المنزل. هاي النقطة دائما احنا بننبه عليها. طبعا في عنا بعض الناس اللي بيسألوا هذا السؤال وبيقولوا انه هل الكلف فقط يصيب السيدات؟ زي ما حكينا انه بصيب السيدات بنسبة اكبر من الرجال، ممكن ان يصيب الرجال طبعا لظواهر او اختلافات جينية عند الرجال معينة، لكن هذه الظاهرة تصيب النساء طبعا بشكل اكثر من الرجال. طبعا تحدثنا عن واقي الشمس وهو العامل الأساسي اللي إحنا ممكن يساعدنا بالحد من حل هذه المشكلة، أو ممكن إنه يساعدنا بالوقاية من إنه إحنا بالمستقبل يصير عندنا ظاهرة الكلف. النقطة الثانية طبعا اللي هي الكريمات الموضعية، وبالأخص الكريمات التي تعمل على تفتيح هذه المناطق. مثلا لو إحنا ظهر عندنا الكلف على البشرة، ممكن أن نستخدم هذه المرطبات أو الكريمات اللي هي طبعا بأنواع متعددة ودون ذكر أسماء وبمكونات عديدة تحتوي على مواد كيميائية معينة. هذه الكريمات بتكون وظيفتها الوحيدة اللي هي التفتيح. طبعا شو السبب أو إيش هو الهدف من التفتيح؟ لأنه زي ما حكينا الكلف هو إغمقاق بعض المناطق بالوجه، فإحنا مع استخدام هذه الكريمات أو ما استخدام الكريمات اللي بتحتوي على مواد التفتيح، طبعا من مرحلة لمرحلة بتساعدنا بأنه نتخلص أو نحل هذه المشكلة. طبعا في عنا ايضا التقشيرات او العلاجات بالليزر اللي احنا دائما بنتحدث عنها. كثرت العلاجات بالليزر وكثرت انواع التقشيرات حسب المرحله اللي احنا واصلينها او حسب شو العلاجات اللي احنا كنا مستخدمينها من قبل. طبعا بننوه وبنذكر على نقطه كثير مهمه، انه بمجرد حدوث اي تغيير ببشرتنا او بوجهنا او بايدينا او باي منطقه بشكل عام، يجب ان نتجه الى الطبيب مباشره عشان احنا نقوم باستشاره طبيب مختص في هذه الحاله. لانه زي ما حكينا في كثير اشياء او عوامل ممكن انه او عفوا ممكن نسميها امراض ممكن ان تكون مقاربه او شبيهه لظاهره او مرض الكلف، فاحنا يجب ان نتجه الى الطبيب المختص عشان احنا نقوم ببعض الفحوصات، وعشان بشكل دوري أو بشكل ممكن نحكي كامل نقدر نحل هذه المشكلة دون أن نتعرض طبعا إلى التعمق في هذه المشكلة أكثر فأكثر. لأنه زي ما بنعرف لو تفاقمت عندنا المشكلة بصير حل هذه المشكلة للأسف ومع الأسف بياخد عندنا كتير وقت بحل هذه الظاهرة، وممكن انه يكلفنا على الناحية النفسية والصحية. فدائما احنا بنذكر وبننوه انه العلاج الافضل وهو العلاج المسبق او الوقاية بشكل عام من خلال الاشياء اللي احنا ذكرناها. هلأ بالنسبة للست الحامل، بمجرد ظهور الكلف عندها ممكن انه هذا الشيء يسبب عنا عائق نفسي على المرأة الحامل. وطبعا بنعرف احنا بتغير الهرمونات وباختلاف هذه الهرمونات بالجسم بتصير المرأة مثلا بحالة نفسية صعبة، وخصوصا إذا ظهرت هذه الأمور أو هذه الظاهرة اللي هي الكلف على البشرة، فبتصير نوعا ما على الصعيد النفسي تضايقنا وإحنا ننزعج منها. لذلك حكينا وبنرجع بنذكر كمان مرة، يفضل أنه نرجع إلى الطبيب المختص لحتى إحنا نتأكد مثلا فيما لو هذا كان كلف أو كانت تصبغات أو كانت أمراض أخرى. طبعا بدنا نذكر انه في عنا نوع من انواع التقشيرات اللي هو التقشير البارد واللي احنا سبق وتحدثنا عنه، ينصح باستخدامه وهو من احد العلاجات السريعه اللي ممكن تساعدنا بالتخلص من هذه الظاهره. طبعا الكلف بشكل عام بنرجع بنذكر انه هو عباره عن او ما بنقدر احنا نسميه بالمرض، ممكن انه احنا نسميه ظاهره اكثر، وبانه هذا المرض ممكن ان يكون مزمن، لكن اذا احنا عالجناه واتبعنا طرق الوقايه السليمه والصحيحه ممكن انه نتخلص منه بوقت
قصير، وانه هذا او هذه الظاهره ما تسبب عنا العائق النفسي اللي ممكن انه يزعجنا. طبعا بنذكر كثير على نقطه مهمه، انه بدنا نحاول قد ما نقدر ما نتعرض لاشعه الشمس، لانه كثير ناس بمرحله او بفتره الصيف بيتوجهوا الى ما يسمى بالتان، اللي هو انه احنا ناخذ لون، فاحنا بننصح بالابتعاد عن اشعه الشمس. وطبعا بتمنى من المشاهدين وهج ومروه انه دائما يتبعوا النصائح اللي احنا بنحكيها ويلتزموا فيها، لحتى دائما نكون بصوره احلى وبشكل اجمل ان شاء الله يا رب. اكيد دكتوره، شكرا لك على كل هالمعلومات، وان شاء الله فعلا انه نلتزم بكل ما ذكرتي، لانه دائما موضوع البشره وال يعني مهما عدلنا بالميك اب حطينا سوينا ما أكيد. اعرف شو نحط اغلى البراندات، الا انه اذا ما كانت البشره صحيه ونظيفه وقلوي مثل ما نقول او تلمع ما راح يطلع. طبعا البناء الاساسي هو الصحه او انه نكون بمظهر جميل. اكيد. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لك اكيد يا دكتوره.